أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات أفراح العيد التي تأتيكم من خلال قناتكم، قناة الكويل الفضائية. ضيوف فيها نجوم مبدعين ورائعين وطلتهم الحلوة واللي هم محبينهم وعشاقهم. نبدي من كاظم دلل، عيدك مبارك وأيامك سعيدة. أستاذ عباس، كل عام وأنتم بألف خير. أنت بألف خير. قناتكم موقرة، أوجه لحظة تحية بهذا الشهر الكريم بعد انتهاء إن شاء الله، وهذا العيد، أيام العيد المباركة، ورب يحفظ العراق والعراقيين ويدفع عنهم الداء والبلاء. وشكرا لك، جمعتنا بهاي الوجوه الحلوة فعلا. فدول عمرك. الله يخليك. وأيضا الحبيب الغالي ناهي مهدي، كل عام وأنت بألف خير. وعيدك مبارك، ينعاد عليك بالخير والعافيه. بس قعدتك مال عاقله بس انا كلش فقيره سمعتي. كل عام وانت بألف خير، يعني بدي يدفعنا. انا ضام له وحده ضام له وحده. كل عام وانت بألف خير. بألف خير. لا احنا بنجاوب ذاك اليوم. حلقه قدمتني المقدمه باحدى القنوات، خلى ايدي هيك ولبسك هو ظل يسمع. شوف شلون ما خليت يحكي. طبعا احلى ما بالحلقه هاي يا بدي عبره بعد هاي صار شيخ. طبعا انا زمان ما شايفهم، اتشرف ان اشوفهم والتقي بهم. طبعا سلام صديق، الله يحفظك استاذ. ان شاء الله يا ربي سنه خير ومحبه على العراق. وانا مو صديقك؟ لا انت حبيبي. خلوه خليك لينس. انا مو صديقك. شكرا لهاي اللمه الحلوه حق دول قلبك. الحبيب الله يحفظك، الحبيب المبدع احمد الساعد، عيدك مبارك وايام سعيده، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بالف خير، والساده المشاهدين بالف خير، ويا رب جميع العراقيين بالف خير، ويعود علينا وعليكم بالصحه والسلامه ودفع البلاء ان شاء الله. ان شاء الله. الحبيب رسلان ابو الفضل، كل عام وانت بالف خير، المتألف ومشاهديكم بالف خير. انا اكو حب بيني وبينك فدوى، اروح لك انا اموت عليك. شكبر حظك قاعد بين دجله والفرات، فدوى دجله وهنا الفرات. هاي النجوم وهاي الاساتذه اللي قبل فتره بسيطه احنا كنا معجبين بيهم، ايه. وهسه انه يعني من حظنا ورب العالمين وفقنا قعدنا وياهم بلقاء واحد من الاساتذه. بالتقديم مالتي ما قلت ابو الفضل، قلت خاف معجباته، بس انت بعد ابو الفضل جد جد انا عندي ثلاث نسوان بالجو. جد ثلاث نسوان. وين كان انت؟ يريد يروج القناه بعد. ابو الفضل حبيبي رسلان، انا محبتي لك كبيره في دول عمرك. انت رائع، مبدع، غالي. شهاده هاي الطله الحلوه والدم الحلو. في دول عمرك. الشاعر المبدع الحبيب علي الشيخ، كل عام وانت بالف خير، وينعاد عليك بالخير والعافيه ان شاء الله. استاذ عباس الغالي، عيدكم مبارك، وكل عام وانت بالف خير ان شاء الله. وأتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للشعب العراقي وانتهاء هذا الوباء بإذن رب العالمين إن شاء الله. الحبيب المتألق، صديق الروح، بعد بيش يا وصفة المفروض تقدم الزلزال الياباني. الزلزال الياباني التوسونامي. محمد رمضان. التوسونامي. التوسونامي رفعت الصافي. بدي أروح لك، حياك الله أستاذ عباس. بداية كل عام وأنت بألف خير، والعراق والعراقيين بألف خير، وتحقيق كل أمانيهم يا ربي. وشكرا لك على هاي الاستضافه اللي جمعتني باساتذتي وما شايفهم ايضا من زمان والله، وان شاء الله تكون حلقه تليق بسادتنا. فدوى عمرك، واذا كان بينكم هاشميا فقدموه، وانتم اثنين ساده نبدا من الشعر. اقول هاي اخر مره اقول انطايحه، السولف بظهره بعد ما سامحه. هاي اخر مره اقول انطايحه، السولف بظهري الدردم بظهره بعد ما سامحه. العاطفي المستضعف واللي ينسى الغشيم، الطيب اللي ما يحكي ذن البارحه. راح اشوفكم وجه منا وغاد، وجه فصليه على هزل رايحه. عيش ماصخ وادمك ما عدها ذوق، تريد عكازه الحكايه المالحه، ومو من التركيه ذان مزرفات كثر ما علق سوالف جارحه. بهالوقت مرغوبه بالوجه الثقيل، اي والله، وما حد بحاله بالنيه الواضحه. ياهو بهالوقت مرغوبه بالوجه الثقيل، وما حد بحاله بالنيه الواضحه. ياها شيله بعيني يومين ويطيح، قمت اشك الناس شادر فاتحه، وقامت تطيح الاقنعه شويه ورا شويه. اللي عنده وجه واحد بعد مو ذات اهميه، يموتني اللي يدور وراي وتارك عيوبه. سيدي. من هسه يطلع من حياتي المحل اسلوبه. ابو اسياد حبيب قلبي، اخر قصيده بس خلي يحكي. لا لا هو يقرا لنا نعي. ابو اسياد، شنو سالفه القرفه والوجوه؟ القرفه الرزق والقرفه. شو باوعت على كاظم قرفه ما نوم. شو باوعت على كاظم ابداعه اسياد تحكيها مثل ما هي.
ما تجوز من هالسالفة. لا لا ما سمعت الحكي المعدي. لا ما حكي معدي. هاي راح علي. طبعا عدل المشاهدين اعزائنا اليوم عيد متونسين ويانا. كاظم مدلل يتمرن مسرح. حلو. فيسوي قفشات فتحياتنا للمخرجة اسماء صفاء فما تقبل علي. يا لا هاي كاظم ما حلوة. هو يتباوع لي قلت له قرفه مال قميص قميص مو هو جايب قميص جديد جاي قميص جديد والله تجيب شو اسمه اياكم شريف يومين مثل قميص قال شلون قرفته قلت له زي بين القرفه هسه من تقول اي اسلام مال التيشيرت ما تقرفه زين يوم القرفه مال ان شاء الله زين انت ايش عندك عليه سالفه على ابو سياد وحده اثنين شنو وحده منهن وعلي هواي زين شنو هاي مال شو اسمه الحبيب من رحت للمستشفى وقالوا لك هاي المرض قال لك هذا الجاهل شابع بواكه على سعد خليفه لا هم تحياتنا لسعد خليفه الحبيب سعد خليفه لا بس هي صارت عندنا جاسم شرف تحياتنا الله يطول عمره تمرض اي تمرض شو بعد تحكي هذا اي غير محل الثاني كان غير انا غير اعرف السالفه انا غير ادري بيها هو يدري بيها لا هو يدري بيها انا غير الموت لا هو ياسس لك ياسس المهم قاعدين كل احنا بالممر طبعا الاستاذ جاسم عزيز علينا ومفاجاه وقعته طلع الدكتور قال ما فيكم سر شايفهم الاطباء ولبسون هاي حتى خاف يموت المريض ما حد يعرفه تمام قال يراد له قسطره فظلينا نبكي سعد ما اخذ له تقريبا 10 مترات بوحده بالممر اجت مره قالت خاله انتم كلكم معروفين وزينين وما ربيكم هاي سوالف علي من تبكون ادعوا له قلت له شلون هذا استاذ جاسم قالت حسيتهم زين كبار الا ذاك الفرخ جار قطع روحه تحياتنا قلت له عمار سعد خليفه شلون قال الدنيا سعد خليفه تحياتنا لك اكيد وحسون يقرا احمد خلينا نسمع احمد علي الشيخ اريدك تجهز روحك تقرا ورا احمد مباشره يلا يلا مشتاق لامي الغاليه وضحكتها يا ناس لفون بعطور شلتها مشتاق لام الغاليه وضحكتها يا ناس لفون بعطور شيلتها صح ما تتبس بروح باقي يوجعني كل يوم اشتياقي يا يما ادعب عبرك اليوم كل يوم كل يوم كل يوم على رخصة ودم العراق يقول أنا انفقت حبه ونصيبه يما سلموا لي عال حلوة الحبيبة أنا انفقت حبه ونصيبه سلموا لي عال حلوة الحبيبة تابوت له شدونا بحبال قولوا له تشد بقصيبة الله يا أحمد الله يا رفعت من دمي خلوا جفوفها تتحن وإن شاء الله نساوي العريس بالجنة الماتوا قبل لا موت بتشون هواي كلهم نوارس بيض يا يما وياي واحدهم عيونه اش كثور بها احلام شبان طاح وطيحت الخرزه بجام يا ام يا ام المحنه ابنك وقع فدوى الوطن ذكروني يما من تقعدون تقعدون تدرين احب قعداتهن يا يما شوفت الام عازتها عازه بس القبور ما ينطجازه من صارت جفوفك على اللوح قبلت خشبات الجنازه
مشكورة يا يما على هذا التوديع ابن الساحة التحرير صار التشيع. منتظريهم وي كل غبشة ويا الشمس تعود الغياب ما ردوا والشمس تسلم بالمغرب وتسد الباب. بس وطني خلف شبان بس يزفهم للتربان دمهم من طاح شقد صدقي بس الموت شقد كذاب. اسال كل واحد يسمعني يا ام مثل ام العربيه المنصاح الوطن وخيطت لي من قماش الفوطه البيريه. الله ام تقضي العيد الزور من الغبشه تصبح بقبور وتلم دموع ام حمامه بالمغرب وتسد الباب. يا موت انت ايش قد سدها. الله الله احسنت. الله الرحمه والخلود لشهدائنا والصحه والعافيه والنصر ان شاء الله لابطالنا بالحشد الشعبي وقواتنا الامنيه، وان شاء الله اي نقلهم عيدكم مبارك ايامكم سعيده وكل عام وانتم بالف الف خير. نذهب الى فاصل ونرجع وياكم، ابقوا ويانا حبايبي. أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم بعد الفاصل وضيوفي المبدعين، أيضا أكرر عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. أنت العيد وهلالة بالفضل حبيب روحي يا رسلان. أستاذ كاظم، أكو موضوع بالمناطق الشعبية، العيد يختلف عن المناطق الأخرى. صح، يعني تحس أنه هنا بيت قريب على بيت، وكأنما هم المنطقة حالة بيت عائلة وحدة. شلون الطقوس بالمدينه واحنا الان بالمدينه او غير مكان اللي مناطقنا الشعبيه، شنو نوصيهم واحنا جايين هذا هاي المصيبه الطرقاعه واحنا نعيش هاي الازمه الكبيره؟ يعني واحد يطبع الثاني، واحد يلتقي بالثاني، صديق وي صديقه، ابن عمه وي ابن عمه، وهكذا. فهاي الزحام اليوم اللي يعيشونه شلون نوصيهم بهاي الازمه؟ يعني اكيد بسبب أزمة كورونا يمكن الكليجة هاي السنة بالمصايد بس يعني يعني أكيد يعني التهانة راح تقتصر على الموبايل. المناطق الشعبية ما تقدر هي يجون. أنا ذاك اليوم جاني مسج من صديق قال خويا يسرني ويسعدني ندعوكم بحفل زفاف ابني، صورت 25 ودزيت له قلت له هذا الواجب. فإحنا أكيد خلينا والله نحتفظ يعني بسلامتنا وسلامة. أكيد هو إذا فرد واحد من العائلة يصاب عافانا وعافاكم وعافى الأخوة والسادة المشاهدين يعم على الدنيا كلها يعني. فنحتفظ بال يعني بشروط الوقاية ونقعد بالبيت ويعني نكتفي بالموبايل. زين بالموبايل تخابر ياهو أول واحد تعايده؟ هم هواي أول واحد والله بصراحة هواي يعني مثلا يعني كلهم قابل يسوي لا يعني مثلا أكيد حيدر المدرس ابن عمي حجي كمال وجه له تحية محمد أبو المفخر. أما بعد الشباب عايدتهم لا تقول لي ليش ما ذكرتني. موجودين رواج واد المخرج لا تسوي لي موجودين لا يخلي على وجه سمايل. أبو أسياد أول واحد عايده بالتليفون منه؟ أنا كل سنة عايد أمي وبعدين أخوي الكبير. ربي يحفظها. بالتليفون أنا أمي جيران أروح لها. لا أنا أمي بالبصرة وأنا ببغداد. الله يكون. ذنب أخوي بالبصرة. ذنب بالبصرة. إيه فأنا عايدهم رأسا. بالتليفون أول اثنين. رسلان يا أم ولد اثنين أول واحد. والله أنا أكيد والدي وجدي الله يحفظهم. الله يحفظهم. عندي خالي هو رباني. أوجه له تحية. تحياتنا. والدتك. إن شاء الله كبرت من بني إن شاء الله 50 ورقة وطاني. ها. وعلي أبوي طان مليون. والله معي بس خالي. شلون خالك طان 50 ورقة. اشتريت درجة من 10 ملايين ومرتبني إن شاء الله 50 ورقة وطاني. يعني المعايد على قد الفلوس. قال الحاتم الطائي خذ راحتك. اي وابوك بس مليون. ابوك بس مليون. ابوي مليون وقال لا عود يصير عندك رجعها. ليش ابو الاسلام؟ يلعب تصاوير بالورق. صدق من زمان ابوك هو؟ مع الاسف. احمد اول واحد تعايده بالتليفون. حبيبي والله انا عايد اكيد امي وابوي. الله يحفظهم ان شاء الله. وهم خالي. ام خالي عزيز علي واهله عايد. خال والد بعد. اي والله. احمد سمعنا ان والدك صوته حلو. والله حسب ما قلت سمعناها من خالك الطاق 50. لا الوالد الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظه تحياتي. يكتب سلامته. صوت حلو. صوت يجنن. صوت ريفي. صوت الحمولي بس فيها. صح الصوت. بعد الشارع. اي طبعا طبعا طبعا. علي حبيب قلبي. منو اول واحد تعايده بالتليفون؟
والله اذا بالتليفون هو اكيد البعيدين، لان اذا بالبيت فهم الوالد والوالده منتهي من عندها. فاول واحد بالتليفون عمي، اوجه له تحيه، الكابتن علي حسن. تحياتي. اي اكيد، لان هذا باعتباره مثل والدي يعني. رفعت اول واحد الله سيد رفعت، انت اول واحد تعايده بالشعر منو؟ يا انا صباح العتاب وعلى مطشر. حلو، تحيه لهم تحسين علي على نجم، اصدقائنا قريبين علينا. هسه نريد عيديه للبرنامج. اي والنوب يقرا وراك علي. فأقول أبو الفضل، أقول عيدك مبارك يا بنت ولايتي، يمت خليك بمكان مرايتي، الفرقة طالت وأعرف وتأذيتي، إن شاء الله العيد اللي يجي انتم بيتي، إش قد دعيتي حقق الله منيتي، اطيح قصت من انفض مصلايتي، العيد وبلياك ما بي داعي، بجنة ما بدلك يا بنت قطاعي، شايلة بقلبك حرورة تراعي، ما حد يطفيها بس حكايتي. من يوم يدقونكم ها، وحق غترة والدي والصايه امنيت اشوف شفوفك محنايه. الله النبوه مرتب سيد، اول واحد يزفك اني والله بالقران. تعرف مرتب الله هي اختي الشهيد على رسين. الله يرحمها، الف رحمه على روحها. رحمه الله على روحها. انا عايد الله محلل الاربعه ولا علاقه. ها يعني هيك بقوه ومجنه، انا ارضيها تمشي عندي بالفلوس، تشتغل عندها الفلوس. حلو، هاي طلعت، هاي طلعت الموسم. اذا تحياتنا لبنت اخوي ام جنه، راح تجيك المره الثانيه. اي حج علي سال عايد فئتين بالمجتمع كلش مهم، كلش يستحقون المعايده استاذ عباس ويعونون الجماعه. اقول مبارك عيدكم يا كشخه الشارع، مبارك عيدكم يا كشخه الشارع ويا كشخه العركه والعزوبيه، يا جنكم كلبدون بمي ذهب ناقع، ان حاكيتوا عليا والوطن خاتشي. الله الله، مبارك عيدكم يا كشخه الشارع ويا كشخه العركه والعزوبيه، يا جنكم كلبدون بمي ذهب ناقع، ان حاكيتوا عليا والوطن خاتشيه، جيش وحشد، جيش وحشد وحشد، كلكم قاطع وقاطع، اللي يهوس واللي يلعبون شوبي. كفو. ومبارك عيدكم يا سورنا المانع، يا جيش ابيض كوادرنا الطبيه. ومبارك عيدكم يا سورنا المانع، يا جيش ابيض كوادرنا الطبيه، الفرق بين الثريا والثرى شاسع، وجهدكم يا الاطباء فوق الثريا. لك احمد ولا ابو جنة يعبر على يكون وراها رباط. هاي ابو شمريه اي والله رباط وراها خالد، ما تنتهي ورا الفاصل. اي ابو مرامين، اي ابو رضيو، ابو رضيو قويه. شنو اليوم؟ عيد عيد اجواء بعد ما عيد حجه مال عيد. شي يعودني على غيابك. الله الله ضيم هذا وانا بكل ساعه اقول تعود، ولا صديك رحت مني ويا يبكي الوقت موجود. قام مدلل صفاني لا يريد يجاوبك بس قلبه ما يطي. لا والله لا لا بالعكس، متونس صوت احمد طب براسك. متونس احمد انا قابل له، حتى ام زعل قصيده هاي ما حد يعرف بيها طبعا. حلو حلو طشت الله يسلمك. فيا يقول طشت بخيالي كل تفاصيلك، ما اعرف شو اسوي لك، هم مثلي هم مثلي صعب ليك، لو مرتاح من دوني هم تشتاق لي بقدي، لو هي ازمه وتعدي الدمع يا ما حفر خدي وتارك حرقة بعيوني، وانا اتمنى اجي يمك واسولف لك على احوالي، واحط بيدك وجع قلبي واقول لك يا هو كالتالي، بعد نتنفس هدومك ولوم الروح لتلومك،
واعرف ما خلص يومك وانا بعيد عن عينك بكل شي وياي لك ذكرى ما مكتوبه على الشجره تدلوا على الفطره وطفيت سنين وسنين. والله بهم بعض المطربين ما غنت صوتك يجنن. استاذ عباس قبل لا ابداعتي ابداعتي خلنا ضحكه استاذ عباس قال نرثيهم قال نرثيهم احد الشعراء الشباب اصدقائنا يوم من الايام اجاني سلام عليكم شيخنا قلت له عليكم السلام قال كتبت رثاء على فلان شاعر قلت له فلان عدل ليش كاتب عليه رثاء قال والله اليوم مرني وحسيت صحته مو جويده قلت ترثيه قبل النعاوي استاذ كاظم والله النعاوي اقول لك هو انا اريد النعاوي ما له الا مال العمار لا لا اطلع معي يلا لا تفلت من المال مو هذا جو عيد اي مو عيد احنا نريد هاي احنا بالعكس بعدين انا ترى انا عندي كم وحده ذن حافظها انا سامحهم منك اريد خلي يلا خلي والله العظيم يا اخي انا اريد ابداعك كاظم ما نريد ذن النعاوي خلنا نسمعها فوت سالم ابو بدر مالت امهاتنا الاوليه اسمع اسمع آف آف يما يا يما يا يما يا يما يما يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد والله يا عيد لا توقف على البواب على البواب جانا العيد وللعيد غياب بويا طقنا 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 وفاف يما يما طقنا الوقت خلانا غياب شلون العزيز يفارجون يما كون القبر يا ناس بيبا بيبا كون القبر 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 يا ناس بيبا بقعد وقبل ذيك الأحباب هاي شو هذا الحشد شبان شبان بويا حلوين ناموا جوا التراب احاي تلهب نار قلبي الله عليك الله اوف يا دار ما ادري ايش بيك يا ما دار يما يما يا يما يا يما يا دار ما ادري ايش بيك يا دار كنتي قمره وكنها بويا طقها ما طقها الوكس سواها طشار احاو يريد احباب قلبي احنا نعتذر طبعا بس انت عباس دق علي هاي سالفه النعاوي مالها هنا وسيد رفعت انت بجيت وبس يا بجي بعد وقت الشهداء اي والله وقت الشهداء حقهم علينا احنا عيدنا ما صار لو ما الشهداء اي والله حقهم علينا والله شافي كل جرحى الحشد وقواتنا الامنيه بحق محمد وال بيت محمد اقول اخر معركه وراجع لك بخير واسوي لك عرس ما صار قبله خاطبها وراح للجبهه اي مبين مبين واضح اخر معركه وراجع لك بخير واسوي لك عرس ما صار قبله واذا طب للسلف تابوت اوصيك تتلقين وتسوين حفله وتقعدين يم جناست هواي مثل ما كنا نقعد فرد رحلة وحسها تنشز من تشدها الحبال الجنايز بالقصايب تنشدح له أريد تكون بالتشيع طاووس ما أريد أنهم يقولون هدلة بالتشادر بكيفك لبسي أي لون بس بالمقبرة تلبسين بدلة أكلفهم غسل شبقاتك هواي عدا عطرك شو أقع مني غسله وإذا قالوا انشفنا لا تقبلين ما أحب تشفن خلي لي نزلة همت والشوق قام يزتني للموت بوقت الساتر يدور لختله رد ترجع لأنك غالية هواي بس من باوعتها الموطن أغلى وهنايا من كنا وكنت
شو حضروا تابوتك فتح عيونك بتشذب لا تقعد ام مروتك قعدوا له بطول الحلو خلوا يشم شرغدها صاحبته للمستشفى جت وطفرها حافر خدها طبت حديثة وشيبت من طلعت من الردها قلوا له يمك شودرة سمرة ولطمها يفوتك أتمنى صيرا مقبرة خاطر دفنك بيه ولا يوصل تراب اللحد لعيونك الكحلية بشباك حيدر مو عليك شديت لك خاتشية يونس شفايت للبحر وانت المقابر حوتك هنا يمن كنا وكنت شو حضره تابوت انا بسنان ورا هذا الالم والشجن هم يقرا هم يقرا هو ابو لا اريد من الشيء اريدك تاخذنا فاصل تشيلها عني والله ابشر ابشر احبتنا المشاهدين فاصل ونكمل وياك لا سريع لا اريد فاصل شوية اعزائي المشاهدين انفخ نفسك انفخ نفسك طالع نتمرين اي عافيه انفخ نفسك لا تخاف المشاهدين متواصلين وياكم برنامج افراح العيد اي هو فاصل ونعود لا فاصل ونعود تيك تو ابشر حبتنا المشاهدين فاصل راح يعني ازهر أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل الجميل والمختلف من رسلان ومن أبو سياد رجعنا وياكم وأفراح العيد وضيوف الرائعين وأيضا نرجع لأحمد الساعدي حبيبي بالفضل راح تسمعنا أحمد ونريد عمل للعيد يعني عيد فرايحي أي حبي وحنان إن شاء الله تموت على الحب والحنان أخوي أبو جنة بس اليوم اليوم التسريحة واللحية يعني إبراهيم القلعة اليوم مفول إبراهيم حبيبي تحية لحبيبي حبي الجديد اتنفسك قبل الهوى بريتي لو ميتي يوم انتي ابتسيم ترجع لعافيتي ترجع لعافيتي لك قالوا لي احلى من القمر قلت القمر نصك ياخذني يا مسابيع سماء اي شي ترى يخصك او يا بي يا بي يا بي يا بي إيه الله لا يطول غيابه القى روح وعمري يمك الدنيا بعدك غابه وعلى على على اي حال اني مجنونك تعال اني عايش بس لك الدنيا بعدك غابه ويا نصفي الاول والبشر كلهم نصف ثاني قبل الصباح الخير احط اسمك على لساني لك عاجبنا حبك للأبد هو القلب قرار إيه عاجبنا حبك للأبد هو القلب قرار مو قد الإفراق اعتذر غلطة ما تتكرر او يا بي يا بي يا بي يا بي يا الله لا يطول غيابه القى روح وعمري يمك الدنيا بعدك غابه احسنت الله احسنت قاضي مدلل سالفه فد نكته سالفه هاي النكت الحلوه اللي عندك والله اكو سريعات انا ما اليوم ما مهتم بالنكات بصراحه بس مايه بس مايه اكو لبنانيه واحد متزوج لبنانيه لا قلت له ابو جنة قال ابو جنة اخويا ابو جنة الكبير اي مو يريد كلمات من هاي الكلمات راح يجيب الصحن الصافي ابن العظيم زين ما انا بسرحان لا شات ما تطل احمد سيد لا شلون هنا ذن القران مالت هيك حسبالي شي قران مو ماي بس ماي وحده لبنانيه متزوجه عراقي جيرانها ويا امه من الجنوب من جايزنا ذن نسواننا دوليات يوم ما شافت ام جوني شافته قالت له شنو ام جوني صار يومين فاقدتك قالت له ما عرفتي مو خيج امبارح لعنا قالت يا احنا غير امج اخوي لعنا ولعن والدي والدينا نص صبح يا احمد وادي من قلبه الكوري هنا شو
أبو زياد موقف مر بيك طريف بالعمل بالشارع موقف وي هذا الزلمه هذا حلو جاي تغلط شو والله هذا صبعك جاي تقول شنو على المسرح الوطني ايه هذا ما يقدر راح يا اخي ايه يعني لازم يسوي لي مشكله يطلع عن النص ايه والمشهد مسؤوليتي يروح اجيبه انا اتعامل وياهم بالمسرح يروحون اجيبهم عندنا مشهد نخطف سعد خليفه سعد خليفه مو نخطف كبرته بس يا ظليت تنسى لا لا مو نخطف لا احنا انا كنت رجل امن وامن ما خلفت وهو كان ابن عمي فمخطوف الزلمة نشتغل عنده مخطوف ابنه عود على اساس نروح نحرره طلع سعد خليفه خلي يكمل لا بعد شغلتنا صلحت لك الموضوع هسه بتحكي عن النصوص احنا على اساس نجيب ابن عم المخطوف احنا جبناه بالظلمه على اساس دبينا القونيه وجبناه برميل جبناه بالبرميل خاطفينه ما ادري شنو انا جبناه ومخنق بيه اشترع مو المخطوف طلع سعد خليفه بس احنا شنو هذا كلام يدق وجهه صاير ازرق وسعد خليفه وجه محير لا احمد عدويه لا مارادونا لا رحيم مطشر ضربيه بالخلاص وجه ازرق صار طلع مشهد كان يقول انا ابوكم لا مشهد زين رسلان انت سمعنا عندك عمل جديد بطولتك مسلسل غربيل مسلسل الشيخ اسمه الغربيل رسالة وفعل واحد يسيع يمكن الكاتب رفعت هو قال لي عنده مسلسل راح القك راح اطقك يا راك اللي يسوي بطولتك الغربيل يطلع عامل هو عامل يعني بناء بالغربيل. عامل بناء بالغربيل ويختفي بعد يطلع بالحلقه 30 اكو مثل يقول لك كذاب مربع يعني عادي نرجع جايب غربيل اكبر يعني عادي يطلع واحد يقول لا عندي برنامج حقيقه عندي برنامج جاي احضر له بس هذا على اليوتيوب انا اشتغل بمؤسسه الفرات بس تعرف كسياسه قناه ومؤسسه وخطها وغيرها يعني ما اقدر لا اخصف احد لا هاي انا بالحق مو اخصف لا بس برنامج راح احط نقاط على الحلقه برنامج هذا لا والله مو لا يعالج بس مثلا اكو مواضيع واحد لازم يعني ابسط مثال يعني ليش دائما شخصيه ابن الجنوب يطلع ابن الجنوب يعجب حلقه وابن الجنوب يطلعونه هذاك اليوم ما تناقشنا بيها من لقاء ليش ابن الجنوب دائما ليش بس الطلايب الانجليزي ليش ما يطلعون ابن الجنوب اللي يستر العالم احنا عندنا شيوخ النهار كله عقلهم على راسهم حتى اهلهم ما يشوفوهم يفترون على العالم في سبيل اصلاح ذات البين الدم يوقفه ليش ما نذكر هاي الناس اللي صرط من كان يوقف بعباته الطلق يوقفه ليش ما نذكر هاي الناس ليش نذكر دائما ابن الجنوب هو متخلف وامه وغيرها زين اكو بالجانب الاخر اللي طبعا بفلوسهم اي بالحسين الجانب الاخر اي ماشيين بالجانب الاخر الجانب الاخر احنا بعيد عن الطائفيه واخواتنا واهل الانبار وصلاح الدين مضايف الشعر وغيره وعزوبيتهم قشر وحطاطين صينيه بس عندهم ناس دخلاء ومو شيوخ هم حلويات قاعدين الدواعش اي والحسين قاعدين الدواعش وكل صينيه منا اللي غاد ويثرد للداعشي لو مصطفى العذاري هذا البطل معلقي وشيوخ واقفين ليش ما اطلع ذولا ليش اطلع بس ابن الجنوب متخلف ليش هاي شغله قضيه مع الثمن فهذا البرنامج انا راح احط نقاط على ولا جامل واحد ابوي اسقط اذا ضد ابن الجنوب وضد الانبار ترى ضد الانبار واحد سيء ضد الوطن اليوم ضد الوطن طبعا اليوم صار عصبي لا جتني الهاشميه ما اليوم وانت اليوم اذيت ابوك مطيك مليون ابوك مطيك مليون وخالك مطيك 50 ورقه هسه راح احول الهيال ابوي اقول لك حتى اكسر الجو صار عصبي بعد لا هذا مش طبيعي شويه سيد رفعتي وزن سيد رفعتي وزن والله العظيم صار ساعي شو زين بدنا يحكي شو غير اخوي مو من ذيك وعلي نسمع شعر من علي الشيخ شو سالفته صارت عتره يا منين لا بعد راح وراها نسمع ابيات بس اريد من ابو ميامين يجاوبنا عليهن من رخصتك اي بنفس الموضوع اقول على نيتي واحب الناس كلها والزم طيب ترايد واقلها كل السبب منك باقي انداس وادمنا تحب واحد يذلها اشو الناس اللي تكبرت اصبحت توج وتحيه الخلق صارت تاخذلها كبير الفرق مو كل عوج هلال كبير الفرق مو كل عوج هلال مو كل عوج هلال السكه العوجه والعدل اخضع لها النخل عالي ومدنق عذقه بن خير الناس اللي دنقت لا تستغلها النخل عالي ومدنق عذقه بن خير
الناس اللي دنقت لا تستغلها ولا تصبح كحل بعيون عميان. شوف العين أكشخ من كحلها. لا تصبح كحل بعيون عميان. شوف العين أكشخ من كحلها ولا تلبس ظهر يم اللي يريدوك. وناس ما صدلك تكشخلها سيف الضحك. أبو جنة سيف الضحك يم القلب مكسور. سيف الضحك يم القلب مكسور. لا تخرب الما تقدر تحلها. أكو جروح الدوا مالتها كلمات. ألف دكتور ما يعرف يشلها. بس شو كل شيء يفتر بالعكس صار. أبو ميامين كاره طيبتي وانصح مثلك. متناقض قدامي تشمني الله أخوي أبو جنة مبدأ. وبس اندار بظهري تذمني أبو جنة راح يشيل كيد قوان اليوم. على كل ينشنت غالي طلعت اكبر استغلالي اعيش لوحدي احلالي المهم وانت لبالي وما يهمني فراقك ما يهمني اتواضع لا ترفع خشمك يا الماخي يا مريض اكبر من حجمك شجاه الناس طماعة من العايش بعد الساعة عم من العايش بعد الساعة ترى الما جاب بذراعه يموت وبارد وداعه ارحم خاطر الله يرحمك تتكبر المن يا بشار باكر تظل صورة وخبر مهيت طريق المنتظر مهدينا. الله عليك وعلى ابو جنة مبدع. ارجع لسالفتك بعد انا صارت برجين وين انا من انت سولف المشهد ابو الفضل المشهد اللي قالوا عليه ارتجال يلا سوي لنا مشهد ارتجال زين لا وين نسوي ارتجال لا هو عند سالفه لا والله نسيت بس لازم اطلع من التليفون هذا هروب مال قافيت وقت ما يطلع من المشهد لا والله لا 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 بس اكو هذا ولا جيراننا لموا له الولد لموا له الولد فلوس واشترى له خطيه هاي الكوريه ما شو اسمها تاكسي كوري فقال ما بخلي اروح لزياره اخوته ما قبلوا هذا اللي عنده شغل هذا بالتواسيل اخذهم خابره وخاله قالوا لهم ترى ندعموا اول مره يعرف يسوق راح لقى السائق يفتر على اخوته اخوته ميتين والسائق بس لزق هنا هاي باكيت بربع قال له ابويا شو انت للسوق شو اخوتك؟ من الحاج وانت مجزوبي قال له خالي هو جبتهم بالتواسيل عبر علي ابو لوري وشو مرنا صفح انا اخذت جد مكيسر قلت له تخيلك جدي هو جانا والوصله البيضه ببوش ذاك اليوم قال له خالي يا وصله الارباك طق ببوش يا مكيسر اي اشاره اشاره هاي هاي اكو نكته قديمه هاي مال طالع سيارته جديده استلمها جديده وحاط امه وياه وطالع على السريع وانقلبت السياره فسيله امه هو الزلمه مات قالوا له حجيه شلون صار الحادث قالت لهم يمه والله هو يسوق وغفوه وانا دثرته بالعبايه فهاي نفس الارباك نرجع لمن ابو سياد نسمع نكته من ابو سياد حتى يختم استاذ رفعك انا ما عندي قال انك قبل تعيرني لا لا هو انت اشتغلت برنامج مباشر وانتقادات وكذا فلازم وفنان كوميدي لازم عندك نكتب اكو واحد دق تليفونك طبع عليه مكتوب عليه الدفان الدفان يا فقر شيري قال الله يسعدك قال هلا قال تم بيت عبد الحميد قال ايه قال ابو كاظم قال ايه قال يا لجت السيارة ترايلة على قبر ابوك ودعمته قال اخو جاي لك احنا باكر نصلي مو على قبر ابوك على ابوك ودعمته حتى اصلح لك لان انا خابرتك مو دفان هاي سولف كاظم لازم سولف كاظم يا لا لا بروح ابوك لا كمل 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 استاذ لا كمل لا هذا موقف حقيقي لا قوامه هو سيد رفعت راس مشهد لا هذا حقيقه موقف حقيقي سيد المشهد سيد الحقيقي مات واحد فخابر خابر كبيرهم خابر على الدفان
قال له هاي انت السلمة بعد. قال له محمد. نعم. حمود تعرفه؟ قال له اي. قال له احفر بصف اخوه توفى. قال له تجون هسه الدنيا غروب؟ قال له بالوحده وحده ونص يمك. احفروا ما له غرض. طبوا بالمقبره شايلين وديل وظلمه لقوا حفره وبها ضوء مال تليفون. ورعد الناصر يغني. ما هو على قد فان مشغل رعد. قال له انت جاي تحفر للميت مالنا تطلع كيبل مال الكهرباء غير عنده ميت شنو رعد الناصر كان صوره اكمله. اي راحوا سووا طوف فلوس للدفان سووا القبر مال ابوه صلح ابوه صلح ابوهم صلح ابوهم ورا يوم اندق التليفون شلون هم دفان قال له قال اخويا ابي اطلع الحنين ابو كاظم قال له ابوك اندعن قال له يا القبر مال ابوك هذا مستوته صعد فوقه وفلش قال جاي لك اجى طوف فلوس وصلح ورا فتره دق التليفون الدفان الدفان شهيد قال الو بيطلع الحنين ابو كاظم قال قال اجتك هذا كيف قال له بدون زحم عليك ابوي مدينه جيب صمون ومدفون الله يرحمه ابو جني وقت الشعر اقول هانت يا وطن ورجعت نسمه بريف لابس حنطتك ومعيد المرواح هانت يا وطن ورجعت نسمه بريف لابس حنطتك ومعيد المرواح بعد ما ظل عنب يطلب لجوء بغيم رديت لولح وعن قوده ما يلاح اللي يطب قاع بمثابة طاب القرآن يتوضى بدمع من قصة الفلاح يتوضى بملح من قصة الفلاح يتوضى بملح من قصة الفلاح اللي يطب قاع بمثابة طاب القرآن يتوضى بملح من قصة الفلاح عشت بزمة ثقة بس عدت ورديت ببيوت الرمادة تمدد وارتاح ويكون الهور يقبل أرض حق مجراه شاكحل الجرفة برقبة الذباح محتاجين أخو مو قائد ومغرور وعيون الشعب لو طاح يبتشن ما نرضى برئيس أول ما تحكوا ياه يقول لك منطقتكم شيعة لو سنة الله محتاج اللي يطيح قباله من ننخاه مو احتاجه وبلندن أشوفنه كل عام العراق بخير وبجنة وكل عام الحشد بالنصر يتغنى وكل عام وأشوف أم الشهيد تصيح ثار ابني ترى مربع اريدنا الله سلام الله اسهر وحدك يا قلب تالي الليل ايه بالفضل واسترجع سنينك وحده ثر وحده واحسبهم اصحابك بالمواقف زين مو بس بالفرح جربهم بشده ايه صح تذكر من طحت واقرب صديق وياك حسب جثتك جسر داسات وتعدى الله لا تبقى جسر لا تبقى جسر مره انقلب تابوت حتى اللي يسحقك يوصل اللحدة الحد من يا قلب أبيض قلب ظليت الله. باب الجابهم مرة قنعوا سدة غير تكض قلب من وحدة من اثنين مو كثرت عليك وطالت المدة صرت مروت حسافة كحل بعميان وشي فيد الكحل للعين ما عده ضمايرهم عمج كون العيون تهون وما تعرف تحب قلوبهم رمدة وما تقنعني انت يطيب قل لي شلون النهر من ينجرح وبكاغد الشدة ولا تقل له ورد لا تقل له ورد مو تدري بيعاقون ليش تجامله وتتغزل بخده ويا ابو عطر الحلو لا تقل له ما مجبور ومن تعد ورد مو منطقة عدة من كثر المدح صدق وحلها شلون عاقول ويقل لك انا رق وردة ولا يغشك حكيهم وانت قلبك طير وبريح ومطر من قال لك تهده متعني شجاكل تبقى الصياد حسبالك غصن وتأمن بسدة الله لا تأمن بشجرة تشوفها من بعيد لا تأمن بشجرة تشوفها من بعيد وغصنها بس لك كل ظنك تمده غصن فوقها حمامة وغصن ثاني تشوف حية للحمامة فوقها ملبدة وربي لك مخالب من تعاشر ذيب حتى من يغدرك تقدر ترده لأن دنياك صارت مثل بنت اللي تضحك للشرف والغيرة ما عدت الله سلامتكم الله حسانك الله عليك الله الشيخ ما أدري إيش تريدون تسمعون نروح على المراجلي نظل بالمساحة كيفكم نبط نبط حج نبط أي نبط لا أبو الفضل نبط الله يسلمك إذا عن نبط إيه إذا علي بدوي هذه كلمة حق لازم تنقل أي نبطنا بأيام التحرير مشينا تنبيطات من تحررت الموصل تعرف أنا رجال شمري فعمامي شمر نعم الله يسلمك عمامي شمر بربيعة الموصل اللي على الجزيرة شمر طاقة هناك خير الله يسلمك الله يحفظك
فهذه كلمة حق من إحدى نسائنا الشمريات الجنوبيات الشماليات أو الجزيرة إلى ابن عمها ابن الجنوب ابن الحشد وابن الجيش. نعم. فهي بلسانهم الثنين المرة تقول بالتعمنة تقول قلت السوالف بل حكم تغلب الحجم. قلت السوالف بل حكم تغلب الحجم واللي على شانح على في عزوته منطق في رجل صيته يغلب القتل والطم فيهم مثل ريحان غبر في روحته. وانا عزوتي غالية وترخص الدم جيش حجد بهرجال يحرون الشتة عفية. يوم النخيت وصحت حيولات عم يحرون الشتة يوم النخيت وصحت حيولات عم الريح عيت وانا ذوني مصنته وما بين عي الريح بين غلا جم يوم الذي كل من فخر في لابته رجال ولا تربوا على كسرة الخشم. نعم رجال ولا تربوا على كسرة الخشم واحدهم الميجر بظهره وفالته زلمة جنوب كفو اللي على السم سم زلمة جنوب اللي على السم سم من دمهم على وطننا رايته يجاوبها شي يقول لها يقولها وحق وحق طابق السم رمنا الشروقية لبسنا الموت من صاحة البدوية. الله وحق طابق السم رمنا الشروقية لبسنا الموت من صاحة البدوية وكسر في العمارة وطلع بالحدباء وبكر خان الفشك ثارة العوزية ولبسناها الرتب بجتافنا الصوبين على اليمنى الجنوب ويسرى غربية عقرنا الساق بوجه الموت بيوم الصاحت حيهم سلامتكم. الله يسلمك. كفو كفو. أنا بس أريد أسأل مال حي الله نباك يعني شنو حي الله نباك صح بدنك عازينك مصطلحات لا لا يعني حي الله نباك الصح بدنك يعني هسه مثل أنا متعودين متابعين على كلمة دائما أقولها أقول ارحبوا يا بعد حي الارحبوا هي من المرحبة اليا بعد حي هذه مختصة بشمر يعني هسه من تروح للمملكة السعودية أو أي دولة من دول الخليج من تلقى شخص يقول لك يا بعد حي هذا شمري. ليش؟ لأن سفانة بنت حاتم الطائي وحاتم الطائي من أحد أجدادنا سفانة بإحدى قصائدها قالت يا بعد حي فمشت على كل شمر يقولون يا بعد حي فهذه مفردات معروفة هي ترحيبية لا أكثر ولا أكثر. ها يعني حي الله نباك أي حي الله نباك الارحبوا صاحب دنك شنو الدايخ بحي الله نباك يقولون له حي الله نباك هذا صافي النباك شنو هسه حي الله نعرفها بس نباك كاظم انت تفهم انا اعتقد نباك يعني نريدك نبيك يعني لا 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 حي الله نباك لا 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 حي الله نباك اكو مثلا من التنبيه اللي هي منبعك من هذا الباب اي من هذا الباب صح حي الله اصلك يعني حي الله اصلك حي الله اصلك القول بالمعجم على حي الله اصلك شو اقول؟ قضيت اليوم قضايف او شو قضى؟ ابو جنة بذاني وسوس ويحكي ابو جنة هذا اخوي انا مو من بيسك او علي ابو جنة زلزالي ابانا مو شاغلي قال البرنامج مالي انا راح اشتغل على دول اللي يوقفون ضد الوطن قلت له المذهب قال والمذهب قلت له الوحده الوطنيه الوحده الوطنيه قال الوحده الوطنيه احمد نسمع نسمع انت عرفت حي الله نباك وهاي انا اطلب طلب من ابو ميامي اي اطلب اريد قصيده جنيت ودي شو ما راح طلبتها من عندك لان كل لا لا متفق ويا ما يقرب بس لي لا شنو هذا ابو جنيت احتكار لا لا فوت يا هم جنيت فوت على جنيت على جنيت اي والله انا اريد تربط عليك يلا اربطوا يا هذا هو يلا يلا اربط اربط يمي كلك اربط 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 يلا هو هم للحبيب ابو جنة عشتي لك ابو جنة اليوم بيض وجهك بلشنا اليوم بيض وجهك جايبه من جايبه من تشجل اليوم لمتي اسعد بلقاء واحد مو 800 لقاء ابو الان راجع اليوتيوب كله ابو الان يقول نايم نايم فارش فارش ونايم براسش كم صديق طحنا وجيوب مثل طحن الرحم عندك عندك شكم فلس يبنو لك مقام او قبه وعلوق ومناره واضرحه لكن من تحتاج خيرهم يقول رحم الله من اعاد الفاتحه
تحيا يا رحم الله من أعاد الفاتحة وش وانتهى الموضوع ما راح اموت خلافك خلي يولي يا ناكر المعروف راوين عرض اشتافك كل عقلك مشوياك هو انت ظلك عافك كل شي انتهى ومن هالوكيت ما عاش كل من شافك أويو يا قلب وش حصلت حزنك رسالة أويو بعد من هالعشيق ذب استقالة وليش الوفي بهذا الوقت تنشر سموحته على الحبيب يرتاح ابو قلب الصخر والقلب ابي مع عزال مشان هذا البيت كل الجاز قلبي حبايبي طبعا محبه كبيره محبات نبدي من حيث انتهينا سيد رفعت محبتي لك لابداعك طيبه قلبك دمك الحلو شكرا لك وينعاد عليك يا رب بالخير والعافيه والبركه ان شاء الله وتحقيق الامان شكرا لك استاذ عباس على هاي الاستضافه يا رب كنا خفيفي الظل على حضراتكم وحضرات الساده المشاهدين شكرا لكل الاساتذه الحضور شرفنا التواجد وياهم وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه رسلان حداد ابو الفضل حبيبي ينعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه فدوى عمرك انا سعيد بوجود ويا الاساتذه والله يوفقكم ان شاء الله يعني هاي قناة الكميل هاي لمتها الحلوة هي سبب لمتها الله يحفظك تحياتنا القائمين شكرا لك شكرا لك هاي سيد شاورة شاورة بعد وعد شاورة في سعيد بلوحدك سعيد سعيد رسلان الحبيب قلبي شكرا لك منصور أنا أشكرك أنت صديقي وحبيبي وأستاذنا مبدعنا الغالي تسلم كل لك طبعا شكرا لك لأن لميتنا هاي اللمة الحلوة ايش تريد عشان شكرا لك لأن لميتنا هاي طالع ابو الفضل شنك كاهن طالع شنك كاهن 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 شو اسمه هو شو اسمه الكاهن رامون ارخماه وما ادري تجنن دوه مال قحه حبيب قلبي استاذ كاظم شكرا لك ويا ربي تحقيق الامانه وعيد سعيد عليك وعلى عائلتك وعلى كل من تحبهم انا اشكرك استاذ عباس واشكر الشباب والاساتذه بصراحه وكل الكادر اللي تعبوا ويانا اليوم ورب يحفظ العراق والعراقيين ان شاء الله العيد عيد الاضحى ان شاء الله ماكو لا كورونا وان شاء الله نحتفل بانتصارات ابطال الحشد الشعبي ان شاء الله حبيب قلب الميامين شكرا لك السائد المبدع ويا ربي ان شاء الله تحقق كل امانيك ومن نجاح الى نجاح ومن تالق الى تالق يا بصوت الحلو قلب الحلو الفضل حبيبي طبعا انا اليوم سعيد بهاي الوجوه الطيبه هم سعيد هو سعيد صار اثنين سعيد بعد نحتاج بس حسين وكل الشرف انا بين هاي الوجوه هاي الاساتذه الكبار ان شاء الله عيد مبارك على شعبنا العراقي وعلى قواتنا الامنيه على اهلنا وناسنا الطيبين وعليكم كذلك نسال الله تعالى ان يعم الامن والامان على كل بلدنا وكل اهلنا بسرعه بسرعه سافرت انا رايح بقطر وهو رايح البحرين بعد ما نزلنا ترانزيت بالامارات كان قال لي كاظم قلت له قام فيزا ناسيه فهذا يحكي انجليزي واحنا انا واحمد بالانجليزي اخويا انتم فرنسا ما مخلينا قبلون ابوي ما اعرف انجليزي هذا ابو الريسبشن قال له وير ذا فيزا؟ قال له اقول لك ناسيها بالبيت قال له وات؟ قال له والله شو اقول له هذا ما يفتهمه قال له بالبيت بالبيت المهم الله سهلها الله الله يحبنا ودز لي كاظم اي والله ولا انا راجع دزينا اليوميه من البحرين مال المطار قالوا له ارجع هاي قبل كم سنه كاظم؟ خلينا نروح على السنه هو بعد ماتت علي الشيخ عيدك مبارك ويامك سعيد وينعاد عليك بالخير والعافيه وشكرا لك وشكرا لجيتك ان شاء الله عيد مبارك وكفو منك شكرا لك استاذ عباس شكرا للاستاذ رواء للكادر الجميل شكرا على هاي اللمه اللي صدق اسعدتنا يعني وخلتنا نعيش ساعه كلش جميله وضحكنا الان هالمره حسين مو سعيد اذن كان سعيد اذن جانا اتصال هاي البارحه سواء ان السالفه هاي مال الاتصال ف
فهل صدق علينا التليفون المخرج؟ ها حبيبي نختم نختم. إذن جانا اتصال نختم. أعزائي المشاهدين، ما يسوى الفان مخرجين. حتى المخرجين طمسهم مثل ما أخذتوا فاصل، مثل ما أخذتوا فاصل انهيها. يلا يلا ختام. إذن أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بحلقة باكر في مال.